إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الحكومة لمصر 2030، ها نحن اليوم نطلق إشارة البدء لمشروع جديد في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية على مساحة 124 فدانة. هذا المشروع العملاق يعني واحد من أكبر المشروعات اللي النهاردة إن شاء الله هتكون مصر بتدخل بيها عصر جديد، عصر المدن العالمية، بننافس فيه كل مدن العالم، ويكون عندنا بحق منطقة أعمال مركزية تضاهي اللي احنا بنشوفه في كل المدن العالمية اللي احنا كلنا بنزورها. إنه من دواعي السرور أن أحضر مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بخالص تهنئة نيابة عن سفارة الصين لدى مصر. ويعتبر بناء عاصمة إدارية جديدة خطوة استراتيجية هامة لنهضة مصر، ولذلك سنرسل أفضل فريق متميز، كذلك سنستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا للعمل جنبا إلى جنب مع الشركات المصرية لإكمال هذا المشروع العظيم بشكل مشترك.